يجب أن نتعامل مع التغذية المتوازنة التي تمنح للجسم قوته وتدفئته. وما الذي ينصح بعدم الإكثار منه؟ ببساطة، ما هي المواد الغذائية والأكلات التي ترتبط بفصل الشتاء؟ الجواب في روبورتاج بشرى رائف. للمغاربة عادات غذائية تختلف باختلاف فصول السنة، فخلال فصل الشتاء مثلا تكون سلطات الخضر شبه غائبة عن موائد الطعام، تاركة المجال أمام المشروبات والأطعمة الساخنة. بالنسبة لهذا البرد هذا، الصراحة الناس، الأغلبية الناس المغاربة تفضلوا أنواع ديال القطاني، مثلا البصارة، اللوبيا، العدس، شي حاجة اللي سخونة شوية. المأكولات المفضلة في هذا البرد هي الحريرة، العدس، اللوبيا، البوكاسي، فهمتي، وجميع القطنيات اللي تيديروا في البرد. أكلات المفضلة في هذه البرد هي القطاني بصفة عامة. وبالفعل فالقطاني وحساء الخضر من بين أكثر الأطعمة التي ينصح بها أخصائيو التغذية خلال هذه الفترة، لأنها تساعد الإنسان على الحفاظ على درجة حرارة جسمه ووظائفه الحيوية، كما أنها تقيه من البرد القارس. الاستهلاك اللي خصو يكون كبير بشكل كبير في هذه الفتره هذه، خصوصا عند المغاربه، اللي هو ديال الزيوت، وخصوصا زيت الزيتون، لان تنعرفوا ان زيت الزيتون هي تحتوي على دهنيات، وده هي مصدر مهم للطاقه، بحيث ان غرام واحد من الدهنيات تعطينا 90 ديال السعرات الحراريه، وبالتالي فهي غتساعدنا باش نحاربوا هذا الاحساس بالبرد. بالاضافه الى هذا، كيف ما قلت، فالسكريات البطيئه اللي تلقاوها في الحبوب وفي القطاني اللي خاصها تكون حاضره، وحنا تنعرفوا للاسف ان الاستهلاك القطاني قل، ولكن خصو يكثر في هذه الفتره هذه، يعني على الاقل واحد ربعه او خمسه مرات في الأسبوع، لأنها هي مصدر مهم للبروتينات، وكذلك مصدر مهم للسكريات البطيئة، وبالتالي غتخلي الإنسان أنه ما يحسش بالجوع وما يحسش يحارب هذاك الإحساس بالبرد. ما كاين كذلك نقطة أخرى مهمة للأغلبية ما تردلهاش البال في هذه الفترة هذه، فرغم انخفاض درجة الحرارة يجب شرب كمية كافية من الماء، لأن الماء هو تعتبر مادة مهمة بالنسبة للجسم ديالنا. اللجوء أيضا إلى تناول أطعمة باعدة على الدفء ضروري جدا، سيما مع استمرار موجة البرد التي تشهدها مختلف مناطق المملكة، والتي تصل أوجها خلال هذين اليومين وفقا لتوقعات مصالح الأرصاد الجوية الوطنية.